اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبه حدثنا ليث وقال الاخران اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله انه طلق امراه له وهي حائض تطليقه واحده فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال ابو بكر فليراجعها وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العده التي امر الله ان يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض يقول اما ان تطلقتها واحده او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضه اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما ان تطلقتها ثلاثه فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك وبانت منك حدثني عبد بن حميد اخبرني يعقوب بن ابراهيم حدثنا محمد وهو ابن اخي الزهري عن عمه اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال طلقت امراتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضه اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه. حدثنا محمد بن حرب: حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الاسناد، غير انه قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقه التي طلقتها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير، واللفظ لابي بكر. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة. عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض فسال عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضه اخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد او يمسك وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنه يحدثني من لا اتهم ان ابن عمر طلق امراته ثلاثا وهي حائض فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد: حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال: يطلقها في قبل عدتها. وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن ابن عليه عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته وهي حائض فقال اتعرف عبد الله بن عمر فانه طلق امراته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فساله فامره ان يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقه؟ قال فمه، او إن عجز واستحمق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس بن جبير. قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها، قال: فقلت لابن عمر: أحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟ حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن انس بن سيرين قال سالت ابن عمر عن امراته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقه؟ قال فمه وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد غير ان في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له اتحتسب بها قال فمه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن طاووس عن ابيه انه سمع ابن عمر يسال عن رجل طلق امراته حائضا فقال اتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فانه طلق امراته حائضا فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها قال لم اسمعه يزيد على ذلك لابيه وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عزه يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا فقال طلق ابن عمر امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقرا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة، قال مسلم: أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج حا وحدثنا ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصحباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي. قال كتب الي يحيى بن ابي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه حدثنا يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاويه يعني بن سلام عن يحيى بن ابي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع عبيد بن عمير يخبر انه سمع عائشه تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت فتواطيت انا وحفصه ان ايتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له فنزل لم تحرم ما احل الله لك الى قوله ان تتوبا لعائشه وحفصه واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسالت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امراه من قومها عكه من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه فقلت اما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسوده وقلت اذا دخل عليك فانه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الريح فانه سيقول لك سقتني حفصه شربه عسل فقولي له جرست نحله العرفط وساقول ذلك له وقوليه انت يا صفيه فلما دخل على سوده قالت تقول سوده والذي لا اله الا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفض. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر بن القاسم، حدثنا أبو أسامة بهذا سواء. وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة بهذا الاسناد نحوه وحدثني ابو الطاهر حدثنا ابن وهب حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستامري ابويك قالت قد علم ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه قالت ثم قال ان الله عز وجل قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما قالت فقلت في اي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره. قالت ثم فعل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. حدثنا سريج بن يونس حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك. قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. وحدثناه الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا اسماعيل بن زكريا حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه وعن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه بمثله وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عباده حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: لو رأيت بنت خارجه سألتني النفقه فقمت اليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسالنني النفقه فقام ابو بكر الى عائشه يجا عنقها فقام عمر الى حفصه يجا عنقها كلاهما يقول تسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا او تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الايه يا ايها النبي قل لازواجك حتى بلغ للمحسنات منكن اجرا عظيما قال فبدا بعائشه فقال يا عائشه إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلما ميسرا. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل، حدثني عبد الله بن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فاذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لاعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشه فقلت يا بنت ابي بكر اقد بلغ من شانك ان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصه بنت عمر فقلت لها يا حفصه اقد بلغ من شانك ان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت اشد البكاء فقلت لها اين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته في المشربه فدخلت فاذا انا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على اسكفه المشربه مدل رجليه على نقير من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح الى الغرفه ثم نظر الي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح الى الغرفه ثم نظر الي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن اني جئت من اجل حفصه والله لئن امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لاضربن عنقها ورفعت صوتي فاوما الي ان ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فادنى عليه ازاره وليس عليه غيره واذا الحصير قد اثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انا بقبضه من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك فقال يا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا قلت بلى قال ودخلت عليه حين دخلت وانا ارى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شان النساء فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وانا وابو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت واحمد الله بكلام الا رجوت ان يكون الله يصدق قولي الذي اقول ونزلت هذه الايه ايه التخيير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير وكانت عائشه بنت ابي بكر وحفصه تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله اني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه افانزل فاخبرهم انك لم تطلقهن قال نعم ان شئت فلم ازل احدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا، ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، فقلت يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: ان الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب المسجد فناديت باعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الايه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت انا استنبطت ذلك الامر وانزل الله عز وجل ايه التخيير حدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني سليمان يعني بن بلال اخبرني يحيى اخبرني عبيد بن حنين انه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنه وانا اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن ايه فما استطيع ان اساله هيبه له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجه له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قال: فبينما أنا في أمر أأتمره، إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لك أنت ولما ها هنا؟ وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد ان تراجع انت وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر: فآخذ ردائي ثم اخرج مكاني حتى ادخل على حفصه. فقلت لها يا بنية انك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي ان تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه قال فاخذتني اخذا كسرتني عن بعض ما كنت اجد فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الانصار اذا غبت اتاني بالخبر واذا غاب كنت انا اتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا انه يريد ان يسير الينا فقد امتلأت صدورنا منه فاتى صاحب الانصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال اشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه فقلت رغم انف حفصه وعائشه ثم اخذ ثوبي فاخرج حتى جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربه له يرتقي اليها بعجله وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسود على راس الدرجه فقلت هذا عمر فاذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فلما بلغت حديث ام سلمه تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت راسه وساده من ادم حشوها ليف وان عند رجليه قرضا مضبورا وعند راسه اهبا معلقه فرايت اثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله ان كسرى وقيصر فيما هما فيه وانت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون لهما الدنيا ولك الاخره وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه اخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال اقبلت مع عمر حتى اذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير انه قال قلت شان المراتين قال حفصه وام سلمه وزاد فيه واتيت الحجر فاذا في كل بيت بكاء وزاد ايضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت اريد ان اسال عمر عن المراتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنه ما اجد له موضعا حتى صحبته الى مكه فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال ادركني باداوه من ماء فاتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له: يا أمير المؤمنين من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس قال لم ازل حريصا ان اسال عمر عن المراتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة، ثم أخذ يسوق الحديث. قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة، وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي. فتغضبت يوما على امراتي فاذا هي تراجعني فانكرت ان تراجعني فقالت ما تنكر ان اراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره احداهن اليوم الى الليل فانطلقت فدخلت على حفصه فقلت اتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت اتهجره احداكن اليوم الى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر افتامن احداكن ان يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك ان كانت جارتك هي اوسم واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشه قال وكان لي جار من الانصار فكنا نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فياتيني بخبر الوحي وغيره واتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم اتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم قلت ماذا اجاءت غسان قال لا بل اعظم من ذلك واطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصه وخسرت قد كنت اظن هذا كائنا حتى اذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصه وهي تبكي فقلت اطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا ادري ها هو ذا معتزل في هذه المشروبه فاتيت غلاما له اسود فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت الى المنبر فجلست فاذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما اجد ثم اتيت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فاذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت: الله أكبر. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر افتامن احداهن ان يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصه فقلت لا يغرنك ان كانت جارتك هي اوسم منك واحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم اخرى فقلت استانس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت راسي في البيت فوالله ما رايت فيه شيئا يرد البصر الا اهبا ثلاثه فقلت ادع الله يا رسول الله ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال إن الشهر تسع وعشرون ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستامري ابويك ثم قرا علي الايه يا ايها النبي قل لازواجك حتى بلغ اجرا عظيما قالت عائشه قد علم والله ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه قالت فقلت اوفي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما مالت قلوبكما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه بن ابي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وقال قتيبة ايضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كليهما عن ابي حازم عن ابي سلمه عن فاطمة بنت قيس انه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان انفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لاعلمن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان لي نفقه اخذت الذي يصلحني وان لم تكن لي نفقه لم اخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقه لك ولا سكنى حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عمران بن ابي انس عن ابي سلمه انه قال سالت فاطمه بنت قيس فاخبرتني ان زوجها المخزومي طلقها فابى ان ينفق عليها فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقه لك فانتقلي فاذهبي الى ابن ام مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس، أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق الى اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقه فانطلق خالد بن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فقالوا ان ابا حفص طلق امراته ثلاثا فهل لها من نفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة، وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعتِ خمارك لم يرك، فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها، انكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد بن حارثه حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن فاطمه بنت قيس ح وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمه عن فاطمه بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البته فارسلت الى اهله ابتغي النفقه واقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه غير ان في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسك. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد. حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان فاطمه بنت قيس اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيره فطلقها اخر ثلاث تطليقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى مروان ان يصدقه في خروج المطلقه من بيتها وقال عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه بنت قيس وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله مع قول عروه ان عائشه انكرت ذلك على فاطمه حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا عمرو بن حفص بن المغيره خرج مع علي بن ابي طالب الى اليمن فارسل الى امراته فاطمه بنت قيس بتطليقه كانت بقيت من طلاقها وامر لها الحارث بن هشام وعياش بن ابي ربيعه بنفقه فقالا لها والله ما لك نفقه الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقه لك فاستاذنته في الانتقال فاذن لها فقالت اين يا رسول الله فقال الى ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن،" الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ حدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم. اخبرنا سيار وحصين ومغيرة واشعث ومجالد واسماعيل بن ابي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البته فقالت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن أم مكتوم وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا قرة، حدثنا سيار أبو الحكم، حدثنا الشعبي، قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب بن طاب، وسقتنا سويق سلت، فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي ثلاثة فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة قال ليس لها سكنى ولا نفقه وحدثني اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا يحيى بن ادم حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثه فاردت النقله فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو بن ام مكتوم فاعتدي عنده وحدثناه محمد بن عمرو بن جبله حدثنا ابو احمد حدثنا عمار بن رزيق عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمه بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقه ثم اخذ الاسود كفا من حصن فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امراه لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقه قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وحدثنا احمد بن عبده الضبي حدثنا ابو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن ابي اسحاق بهذا الاسناد نحو حديث ابي احمد عن عمار بن رزيق بقصته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم ابن سخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة أصع تمر وخمسة أصع شعير فقلت أمالي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا قالت فشددت علي ثيابي، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثة. قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك بن ام مكتوم فانه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فاذا انقضت عدتك فاذنيني. قالت فخطبني خطاب منهم معاويه وابو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان معاويه ترب خفيف الحال وابو الجهم منه شده على النساء او يضرب النساء او نحو هذا ولكن عليك باسامه بن زيد وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو عاصم حدثنا سفيان الثوري حدثني ابو بكر بن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمه بن عبد الرحمن على فاطمه بنت قيس فسالناها فقالت كنت عند ابي عمرو بن حفص بن المغيره فخرج في غزوه نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابي زيد وكرمني الله بابي زيد وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه حدثني ابو بكر قال دخلت انا وابو سلمه على فاطمه بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروه فاتيت عائشه فاخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمه بنت قيس خير في ان تذكر هذا الحديث وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمه بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه انها قالت ما لفاطمه خير ان تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقه وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروه بن الزبير لعائشه الم تري الى فلانه بنت الحكم طلقها زوجها البته فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال الم تسمعي الى قول فاطمه فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حا، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حا، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له. حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى وتقارب في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجمله لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعه اشهر وعشر قالت سبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد اخبرني سليمان بن يسار ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند ابي هريره وهما يذكران المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث حا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه: فأرسلوا إلى أم سلمه ولم يسم كُريبًا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمه أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثه، قال: قالت زينب: دخلت على ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبه بطيب فيه صفره خلوق او غيره فدهنت منه جاريه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجه غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره. قالت زينب: سمعت امي ام سلمه تقول: جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمه قالت توفي حميم لام حبيبه فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وحدثته زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عن امراه من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت ام سلمه تحدث عن امها ان امراه توفي زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث ام سلمة في الكحل وحديث ام سلمة واخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمه تحدث عن ام سلمه وام حبيبه تذكران ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر وحدثنا عَمْرٌ الناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفره فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعه اشهر وعشرا وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع ان صفيه بنت ابي عبيد حدثته عن حفصه او عن عائشه او عن كلتيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر او تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن صفيه بنت ابي عبيد انها سمعت حفصه بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار وزاد فانها تحد عليه اربعه اشهر وعشرا وحدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقالا عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمراه في طهرها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذه من قسط واظفار